السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا متابعي قناة الأرباح في طريقة جديدة للربح من الإنترنت. درس اليوم إخواني خرافي خرافي، الجميع سيربح إن شاء الله بتطبيق هذه الطريقة. سأقدم لكم موقع حصري، الأشخاص الذين لم يحالفهم الحظ في تشيل في كليك بانك، دي جي ستور، مواقع أخرى، لا أعلم مثلا لا تقبل بلد أو الإقامة أو مثلا ضرائب. اليوم سأقدم لكم موقع خرافي، كل مواقع الأفيليت فيه تستطيع اختيار أي شيء، تستطيع تسجيل في أي موقع تريد. هذه الطريقة إخواني حصرية وأيضا استراتيجية، من طبقها سيربح 100%، طبقها ستربح وتحصل على أرباح خرافية. قبل بداية الشرح أرجو الاشتراك في القناة في تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. أيضا لدي بعض الإجابة على التعليق التي وضعتها في وجدتها في هذا الفيديو. أول شيء إخواني، هذه القناة للمبتدئين، الأشخاص الذين يقومون بمشاهدة القناة ويكتبون في التعليق هذه الطرق قديمة وأنت لست محترف، لماذا تتابع القناة أخي؟ فهذه القناة للمبتدئين، أنت محترف لا تأتي إلى القناة وتعلق. أيضا فأنا أقوم بمسح التعليق مباشرة لمن لا يحترم إخواني تعليق، أنا سأقوم بحذف التعليق مباشرة، ومن يظن نفسه إخواني أنه محترف وشيء كبير أو يعرف كل شيء فليتوجه للقنوات الكبيرة والمشهورة والأجنبية وليشاهد، لا يأتي ويشاهد قناة مبتدئين، قناة بسيطة تشرح أي شيء نسخ ولصق تشرحه إخواني بالتفصيل، لأنه كما يوجد أشخاص محترفين ويعرفون كل شيء يوجد أشخاص مثلا نسخ صورة أو رابط كيف يقوم باستخراجه لا يعرفه لأنه في بداية المجال، لذا يجب أن نحترم إخواني الفئات المتواجدة في القناة ولا تأتي وتعلق فقط، والشخص الذي أجبته في هذا الفيديو يعرف نفسه، التعليق هنا باحترام. نتوجه للشرح، أول شيء إخواني الجميع عندما يشاهد القناة لا يعرف كليك بانك، كليك بانك موقع التسويق بالعمولة، كلما تقوم بأخذ رابط وتتحصل على مبيع من رابط خاص بك تحصل على مبيع، يأتي الأشخاص ويقولون أنا ليس لدي حساب كليك بانك، البلد غير مقبول، لا تقلق أخي، سأترك لك هنا هذا الموقع، هذا الموقع إخواني عبارة عن أقوى موقع يعطي لك أفيليت، وأقوى موقع فيه كل مواقع الأفيليت بالكاتيجوري، وأيضا عند الضغط هنا ستجد آلاف البرامج المواقع التي تقدم خدمة الأفيليت، كلما تتحصل على مبيع هنا يعطيك الموقع مثلا نورد في بي إن، فهو برنامج وعندما تقوم بتسجيل في هذا البرنامج وتتسجل كأفيليت ستحصل على كل مبيع مثلا 50 دولار، هنا مثلا بلوهوست 50 دولار، مثلا اثنان هوستينج كلما تحصلت على مبيع من 85 الى 140، كل هذه المواقع والبرامج فهي صادقة، فهذا الموقع يقدم لك المواقع فقط ذات التقييم العالي والمواقع التي لديها من 1994 وهي في المجال، مثلا امازون، مثلا هنا هذا الموقع 2018 يقدم عمولة، شوبيفاي، كوين بيس الذي شرحتها منذ 5 ايام او 6 ايام، هنا نسبة الارباح كما تشاهدون، وايضا الكوكي، معنى الكوكي اخواني يعني عندما تقوم بنشر رابط ويقوم بالضغط عليه شخص، هذا الشخص عندما يضغط على الرابط الافيليت الخاص بك لديك 30 يوما، إذا تسجل من الحاسوب في مدة 30 يوم في الموقع والرابط الخاص بك ما زال عندهم تحتسب المبيع لك، هذا بالنسبة إلى الكوكي. أيضا إخواني هنا كما تشاهدون نيمشيب، كل المواقع الجميع يريدون مثلا مواقع شبيهة لكليك بانك بالضبط، توجد الكاتيجوري هنا إخواني تضغط على كاتيجوري، هنا مثلا هذه المواقع افيليت بروجرام 11، هنا الكريبتو كورنسي 25 موقع، هنا الافيليت دومينز مثلا تريد الترويج لمواقع لمثلا الدومينز 6 مواقع، هنا ايميل لمن يريد الترويج لمواقع ذات خدمة الايميل مثلا توجد 6 مواقع صادقة، شاهد هنا ساند بلو، جات ريسبونس، كل هذه المواقع شرحناها، ايضا ان شاء الله سنتطرق ليها خطوة بخطوة خاص بمجال الإيميلات. مثلا الأشخاص يريدون ماركت بلايس مثل أمازون، مثل إنفاتو، فايفر، هنا ستجد الكثير من بديل أمازون وريد بابل وأيضا سي جي
كل هذه المواقع تستطيع التسجيل والحصول على أرباح كما تشاهدون هنا. أيضا مثلا تريد الهوستينج، السيلز، مثلا تضغط على السيلز هنا كما تشاهدون. برامج أيضا تقدم أرباح تصل إلى 20%، 30%. هنا مثلا تريد مواقع خاصة بالفي بي ان، الترافل إخواني، التولز، يعني إخواني موقع خرافي ستعمل عليه مدى الحياة وتقوم بحفظه والتسجيل في هذه الشركات كلها وتبدأ الترويج لكل هذه المواقع وتتحصل على مبيعات. مثل هذا الموقع إخواني إن شاء الله سأشرحه، جرامري، كل تسجيلة إخواني ب 0.20 دولار، والتحميلة ب 20، عندما يشترك الشخص تحصل 20 دولار، يعني التسجيل مجاني ب 0.20 دولار. أيضا تيم فيو، برنامج تيم فيو كما تشاهدون تصل الأرباح إلى 20 إلى 405 كوميشن إخواني، وهنا أنا أقوم بتثبيته لمساعدة الأشخاص الذين أخذوا خدمة المواقع. هو يثبت البرنامج وأنا أثبت وأتحكم في الحاسوب الخاص به وأصلح كل الأخطاء سواء في الموقع أو في أي خدمة نقدمها. الآن هنا إخواني كل هذه المواقع تستطيع التسجيل فيها. أيضا إن كنت تريد نتورك، يعني شركات، مثلا إمباكت الذي شرحتها كما تشاهدون، أفيليت بروجرام سي جي، أيضا بارتنر ستاك، شير سيل، وأيضا هذه الشركة، الكثير من الشركات هنا متوفرة. هنا كليك بانك كما تشاهدون، كليك بانك، أوتر، شركات أخرى، كل شيء متوفر إخواني في هذا الموقع. يعني ليس لديك عذر عندما تجد أن كليك بانك لم تقبلك. 7 دقائق قمت بشرح باختصار هذا الموقع. إن شاء الله سنأخذ منه المواقع ونشتغل عليه في الأفلييت. المبتدئ إخواني سيعمل في الأفلييت بدون خبرة، لأنها أسهل مجال للربح من الإنترنت وتحقيق أرباح وفيرة ووفيرة. هذا الموقع قم بحفظه في الحاسوب الخاص بك لأنك ستحتاجه باختيار الأفلييت. الآن لديك موقع لتروج له، اخترت أي شيء من هذه المواقع. نفرض أنني أنا أعمل على كليك بانك، أبحث عن منتج بالضغط على هذه العلامة وأختار مثلا إخواني منتج جرافيتي يكون قوي، مثلا هذا المنتج كاستوم كيتو دايت من أقوى المنتجات وخاصة الجرافيتي الخاص به تصل إلى 395. أيضا منتج هذا الصيني كما تشاهدون في هذه الأيام الجرافيتي الخاص به 531، يعني تنافس بين هذا المنتج وهذا المنتج. أيضا إخواني ستنزل إلى الأسفل وتجد منتجات كثيرة حسب النيتش الذي تريد. القائمة هنا تستطيع اختيار أي شيء سواء الموبايل، لانجويج، أي شيء تريده تجده في كليك بانك. نحن نعمل الفيتنس والهيلت والويت لوز، سنقوم باستهداف الويت لوز. نختار مثلا أحد المنتجات وليكن كاستوم كيتو دايت. نتوجه إخواني إلى موقع جوجل ونقوم بالبحث إخواني على هذا الاسم كما تشاهدون، ويت لوز ستوري فورم. معنى هذه الكلمة إخواني قصص إنقاص الوزن فورم. تجد أشخاص يشاركون قصص إنقاص الوزن الخاص بهم الحقيقية في منتديات. نختار أحد المنتديات كما تشاهدون هنا الفيسبوك، وهنا هذا الموقع تستطيع الضغط هنا أوفرير، واختر إحدى المواقع التي تقدم القصص. مثلا هذا المنتدى أظنه جيد، لن تحتاج إلى شيء إخواني، فقط شاهد قصص كثيرة وكثيرة. هنا هذه القصة، الكثير من القصص تستطيع أخذها. هذا الشخص يحكي إخواني مثلا كيف في عمره 31 سنة كيف تم إنقاصه إلى وزنه إلى 45.8 كيلوغرام. يحكي القصة الخاص به، تستطيع الضغط هنا أوريد وستحصل على القصة الكاملة الخاصة به. هنا يروي كل شيء. تستطيع أيضا التوجه إلى أحد القصص، مثلا هنا هذه القصة، تستطيع أخذ القصة الخاصة بها، وكما تشاهدون تروي كل القصة وكيف تم إنقاص الوزن الخاص بها بالتفصيل كما تشاهدون، وصور وكل شيء. بعد إخواني أخذ قصص من هذه القصص كما تشاهدون، ماذا تفعل؟ سنقوم بالنسخ واللصق ونقوم بالترويج في موقع ترافيك خرافي جديد، 27 مليون زيارة شبيه لفيسبوك في الشهر، 27 مليون زيارة إخواني في الشهر. إذا استغليته لمدة أسبوع وتقوم بالنشر، وسأريك طريقة نشر بدون أخطاء، أنت لا تجيد إنجليزية،
سأقدم لك الطريقة السحرية لكي يظهر النسخ الخاص بك للمقالة كأنه احترافي. أنت قمت باختيار أحد القصص، يبقى لك كيف سأقوم بالتحصل على مقالة احترافية أو ملخص احترافي بمعنى الكلمة. تتوجه إلى النوت باد أو دوكس جوجل أو أي شيء إخواني، وتقوم بفتح دوكس جديد. تستطيع عمل بالنوت باد، المهم شيء لنقوم بالنسخ فيه. الآن الجميع يتساءل، هل سأقوم بنسخ هذه الباراجراف أو هذه الفقرة؟ ماذا سأفعل؟ يكفيك فقط نسخ الرابط في الأعلى والضغط على كوبي. جيد، تتوجه إلى هذا الموقع إخواني، سأترك لك رابطه أسفل الفيديو. ماذا ستفعل؟ ستقوم بوضع الرابط هنا، أضغط على أكتياليزي. هنا سأقوم بنسخ الرابط. معنى هذا الموقع إخواني، سأترك لكم الرابط هنا، هذا الموقع يقوم بعمل ملخص احترافي لك من الرابط. ثم أضغط فقط هنا عدد باراجراف الذي تريد، مثلا 15 فقرة، 20 فقرة، 30 فقرة، ولنفرض نريد ملخص من 25 فقرة، وأضغط على هذا الخيار. أنتظر فقط، كما تشاهدون حصلت على نص ملخص مقالة احترافية جيدة إخواني من هذا الموقع، يعني بدون أخطاء، أخذ ملخص من كل فقرة وقام بعمل ملخص جيد لهذه المقالة. الجميع يتساءل، الآن قمنا بأخذ ملخص بطريقة نسخ ولصق بدون تعب، فقط نقوم بنسخ الصورة، مثلا Save this image، أقوم بوضعها مثلا هنا في سطح المكتب فقط. أنت تستطيع حفظ آلاف الصور، أيضا كملاحظة تستطيع استخدام آلاف المواقع، هنا منتديات كثيرة وكثيرة. هنا إخواني هذا المنتدى مثلا تقوم بفتحه وتقوم بأخذ قصص من هذا المنتدى كما تشاهدون، أيضا منتديات كثيرة وكثيرة تستطيع الاستفادة منها. نحن فقط قمنا بالتجريب على هذا المنتدى، وأيضا هذا المنتدى مليء بالقصص إنقاص الوزن. قمنا بأخذ القصة، الآن ستوجه إلى موقع الترافيك. الموقع الذي سنعمل عليه إخواني هو موقع gap.com، سأترك لكم أيضا رابط. نسبة الزيارة التي تأتي إلى هذا الموقع إخواني وصلت إلى 21 مليون زيارة، وعندما قلت لكم 27 مليون إخواني وصل إلى 51 مليون زيارة في جانفي 2021، أيضا هنا كان 28.22 وقام بالنزول. هنا فقط يكفيك تسجيل بالطريقة العادية وتأكيد الإيميل. أنا لدي حساب إخواني، قمت بوضع فتح حساب هنا، أيضا فتحت حساب آخر هنا لكي أطبق طريقة التعليق على الحساب الخاص بي وتكبير الحساب. أدخل إلى هذا الحساب بطريقة تسجيل، تضغط فقط على سين أب هنا بالمعلومات الخاصة بك وتقوم بفتح حساب بطريقة سهلة. بعد فتح الحساب إخواني، لكي يكون الشغل الخاص بك جيد واحترافي، أول شيء عدل على البروفايل، دائما أنصحكم بهذا الخيار. تضغط هنا وتقوم بالتعديل إخواني على البروفايل، تقوم بوضع أول شيء صورة خاصة بك، مثلا أنا سأضغط على صورة احترافية، أقوم بتحميلها فقط من جوجل، مثلا هذه الصورة فقط، وأقوم بكتابة البايو الخاص بي وأضغط على السيف. جيد، هنا ظهرت الصورة، أستطيع الضغط على موديفي والضغط هنا، مثلا اختيار أيضا صورة خاصة مثلا بالمجال الذي تعمل عليه، مثلا هذا المجال يوغا، أي مجال تريد. سأختار أي صورة من هذه الصور، مثلا هذه الصورة أوفرير، وضغط على السيف. سيظهر البروفايل الخاص بك باحترافية كما تشاهدون، ستظهر فقط الانترنت، وهنا ليس لدي أي جاب، أي مشاركة. هنا الكومنت التي تحصلت عليه، الصور التي أضفتها، الفيديوهات، لايكات، وكل شيء شبيه الفيسبوك. أنا لدي الحساب كما تشاهدون، هذا هو الحساب خاص بي، أستطيع إضافة صورة، تاكس، أي شيء. هنا نتوجه إلى، نستطيع الانضمام إلى هذه الجروبات الدوكس، مثلا هنا جروب خاص بالكلاب، 80,000 مشترك أو متابع في هذا الجروب، أستطيع الانضمام إليه. وهنا إخواني عندما أضغط على ممبر أقوم بالمشاركة مباشرة إخواني في هذا الجروب. أعود مثلا إلى، تم إضافة كما تشاهدون الجروب هنا، أيضا مثلا أضغط مرة أخرى على الجروب وأقوم بالانضمام إلى الجروبات. هنا كما تشاهدون جروب 16,163,000 متابع، هنا أيضا جروبات كثيرة كثيرة تستطيع الانضمام إليها إخواني، فقط الضغط هنا و بدء الانضمام. مثلا هذا الجروب، اضغط على ممبر،
هنا أنا أيضا كما تشاهد المتابع أضغط هنا إخواني جوين جروب، قمت بمتابعتهم كلهم، أيضا أختار الجروبات، الكثير من الجروبات هنا، ماي جروب، فيوتشر جروب، كاتيجوري، أستطيع التحديد على الكاتيجوري الخاصة بالجروب واختيار مثلا سبورت، بيزنس، تكنولوجي، الهيلث مثلا، لا يوجد جروبات خاصة بالهيلث، أعود هنا الإديوكيشن، ترافل مثلا، ترافل هنا كما تشاهدون أخطأنا فقط الإنترنت إخواني، لذا الهيلث يوجد جروب لأنني شاهدتها منذ قليل، أضغط هنا وأنتظر فقط، فالإنترنت أعتذر إخواني، هنا كما تشاهدون جروبات تصل إلى 46,000 متابع، عفوا 46,000 متابع، أضغط على جوين ناو، أيضا هنا أقوم بالانضمام إليهم كلهم إخواني، ولا يوجد حظر مثل فيسبوك، لا يوجد أي شيء، هنا مثلا كيتو فور بيجنر، أضغط هنا أيضا هنا، جيد، أنضم إليها كلها هنا 1.4، أيضا أنضم هنا، أنضم هنا، وهكذا. كما تشاهدون التفاعل، وأيضا هذا الموقع كل مرة يزداد من حيث المشاركين. بعد الانضمام إلى هذه الجروبات مثلا سأختار هذا الجروب، أضغط عليه وأشاهد أشخاص يشاركون بوستات وصور ومقالات، روابط أفيليات كما تشاهدون هنا، أيضا زيارات لأدسنس، ترويج لصفحات الروبوت. ماذا أفعل إخواني؟ أنا سأقوم بإضافة أول شيء مثلا صورة، هنا يجب عليك التفاعل، مثلا أضغط على لايك هنا، واللايك كومنت لكي يكون حساب خاص بسليم. هنا أضغط أول شيء على الصورة، أضغط هنا وأختار صورة التي قمت بتحميلها منذ قليل، مثلا هذه الصورة أقوم بوضعها هكذا. الآن بعد إضافة هذه الصورة أتوجه إلى هنا إلى الستوري أو الملخص الذي تحصلت عليه، هذا هو الملخص إخواني، لكي لا تخطئ تقوم بنسخه من الأسفل مثلا هكذا إلى غاية هنا. لماذا فتحت بلوك نوت إخواني أو دوكس؟ لأقوم بوضعها هنا، ثم أقوم فيما بعد بالتنسيق كما أريد. هنا مثلا سأضغط على سيليكسيوني أول أو كنترول A، وأقوم بالضغط على النسخ، وأتوجه إلى هنا البوست الذي سأضيفه في موقع جاب، أقوم بالضغط على هذا الخيار ثم باست. جيد، هنا هذه الصورة كما تشاهدون، وأيضا المقالة هنا، هنا الصورة وهنا المقالة، جيد، كل شيء جيد، أستطيع التنسيق كما أريد. هنا فقط نضيف شيء أكشن مثلا لكي يضغط الشخص على رابط أفيليت خاص بنا. قمنا بكتابة إخواني الأكشن هنا كما تشاهدون، كليك هير تو ريد ذا سيكريت تو لوز ويت. يبقى شيء فقط إخواني، أننا نريد إضافة لكي تظهر هذه الجملة، سأترك لكم أيضا هذا الموقع إخواني، أظنه جيد إخواني، فموقع لأخذ بعض الأكواد التي تحتاجها مثلا هذا السهم، أضغط عليه فقط مرة، تم نسخه كما تشاهدون. أعود هنا أقوم بوضعه هنا في البداية، كنترول في، أنتظر قليلا فقط، كنترول في، جيد، كنترول في، وهنا أيضا مثلا كنترول في، كنترول في، جيد. الآن إخواني يجب أن يكون الرابط الأفيليت الخاص بك الذي تحصل منه، سواء من كليك بانك إخواني أو من موقع الذي ستسجل هنا في أحد المواقع للربح منها، فقط يكفي لك التوجه إلى لينكدين آر، هذه الصفحة الروبوت إخواني مجانية، تستطيع التسجيل بالضغط على جات ستارت فور فري، أو إن كان لديك حساب تقوم بالتسجيل فيه والحصول على صفحة هبوط بضغطة زر. أنا لدي الكثير من الحسابات كما تشاهدون، أضغط على هذا الحساب وكلوز ناو، أدخل في هذا الموقع وأقوم بإنشاء صفحة هبوط مثل هذه الصفحة، فقط لإضافة رابط أضغط على Add New Link، وأقوم بإضافة أول شيء مثلا العنوان مثلا The Secret، السر لإنقاص الوزن، هنا تستطيع التعديل ذو السكري، جيد، to lose weight، وهنا فقط تقوم بالتعديل لكي تظهر بشكل جيد ذو السكري to lose weight، وهنا تضع رابط affiliate خاص بك هنا،
نقوم بالتحصل عليه في كليك بانك مثلا هذا المنتج أو هذا المنتج، أضغط على بروموت وستمكن إخواني بالربح 44.78 بطريقة سهلة وسهلة، نسخ ولصق بدون تعب، كل شيء نسخ ولصق، لن تتعب في نسخ المقالة، لن تتعب في أخذ الصورة، وأيضا مصدر ترافيك تستطيع وضع أكثر من بوست في 10 دقائق. أضغط على مرة أخرى جنريتر وأتحصل على هذا الرابط، أقوم بنسخه هنا بالضغط على هذه العلامة وأتوجه إلى لينك تي آر، أقوم بوضع الرابط هنا كنترول في. جيد، الرابط كما تشاهدون سيظهر، أضغط هنا وأعلم ثم سيظهر هنا فقط، هذا الرابط أقوم بقفله. جيد، الآن ظهر الرابط، أضغط على الشير للحصول على الرابط، كوبي ماي لينك URL، أضغط عليه وأتوجه إلى جاب مرة أخرى، أقوم بنسخ الرابط هنا كما تشاهدون بدون حظر بدون أي شيء. عندما يضغط الشخص هنا سيتوجه مباشرة إلى الأفيليت، رابط أفيليت خاص بي. بعدها إخواني عند الانتهاء هنا أستطيع أيضا وضع البوست بتحديد هذا الخيار وإنشاء مشاركة لكل هذه الجروبات بمشاركة واحدة فقط. هنا إخواني انتهينا من البوست، وضعنا المقالة الملخص مع المقالة وأيضا الرابط. فقط سأعطيك نصيحة بسيطة، إذا وضعت الملخص إخواني كبير كما تشاهدون هنا يكون كبير، فقط قم بإنقاص بعض الكلمات أو الفراغ، احذف الفراغ لكي تظهر لك هذه البوست هنا، ولا تعلم إخواني هذا الخيار، دعه كما هو، إذا فعلته لن تظهر المشاركة، قم بتركه كما هو ثم أضغط على البوست. الآن تم وضع البوست الخاص بي كما تشاهدون، لدي بوست في هذا الحساب أو في هذه المجموعة. هنا سنشاهد the news، هنا هذا هو البوست خاص بي، مثلا لايك، أقوم بتوجيه حساب ثاني، أقوم بعمل لايك وهنا أضغط هنا بوست. جيد، شاهد عند الضغط على الرابط لكي تشاهد أنه ترافيك هائل، فقط هنا أضغط هنا يتوجه مباشرة إلى صفحة الهبوط البسيطة. هنا فقط إخواني لكي أريكم قمت بتغيير حذف كل هذه الروابط، لماذا؟ لكي يظهر الرابط هنا الذي وضعته خاص بكليك بانك ذا سيكريت تو لوز ويت، استطيع اضافة رابط اخر وايضا اضافة رابط اخر، هنا مثلا اضافة هذا الرابط هكذا، واستهدف الترويج كل شيء مع بعضه، اضغط فقط على اكتياليزي سيظهر كل الروابط، عند الضغط على ذا سيكريت تو لوز ويت يتوجه مباشرة الى برنامج الافيليت او انقاص الوزن، وبالتالي عند اكمال الشراء من هذا الموقع ستحصل على أرباح تقدر إخواني ب 44.78 دولار لكل شخص اشترى هذا المنتج أو اشترك في هذا المنتج. أيضا إذا روجت إلى هذا المنتج ستحصل على أرباح 136، يعني في يومك الأول أكثر من بوست ستحصل على أرباح من 44 إلى 136 بالترافيك مجاني بدون إعلانات فيسبوك بدون أي شيء. أيضا فهنا في هذا الموقع إخواني تفاعل كثير، وأيضا الطريقة هنا كما تشاهدون قصص حقيقية، وأيضا تستطيع وضع أكثر من صورة، وأيضا مشاركة هذا البوست الخاص بك بالضغط على بارتاج لهذا هذا البوست. هنا إخواني انتهينا من هذا الدرس، أي تساؤل فقط قوموا بوضعه في التعليق، وأيضا ادعمونا لكي نواصل في تقديم ترافيك واستراتيجيات للمبتدئين قوية وقوية، وأؤكد إخواني للمبتدئين وليس للمحترفين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.